مباركم سعود السيدي تزاد عندك وليد ومراتك مازال ما فاقتش والحمد لله تعتقد. مبروك مبروك عليك. حلي عينك قبل الزواج، ملي تزوجي تقدر تغمضيهم، ولكن ملي تولدي ما بقى لا نعس لا راحه. حتى داك الولد خودي رضعي ربحي بيه، بغيت غير نرتاح. ترى هاد الحسابات 20 مليون ما تصرفش في القاوي، وين مشات؟ اسمعني ولدي، عندك مرأة أخرى، دار أخرى. ماشي أنت الراجل اللي اخترت نزوج به؟ حتى ماماك اللي ولدتك من كرشها قطعتيها، علاش؟ الزواج ماشي عيب ولا حرام. ناكر الحسان هي مشيت وراك بالقهر ويبان البرهان في كامل خان حبيبو عشرتك بالصدق والوفا واللي فيا راك عارفو تمني رايد شفا وانا وعدي كان صرفو خفت عليك يا شارد العفا من ذنبي دغيا تصادفو يلقى كمان سر المرشد دونك تبصر ريبان رحت فيت ويا لايمي ظهر رقبة القومان غسر لي طار جيبه يا سلام ناديه فين ما كنسمعها كنزيد نتعجب بها. تفضل سي الوكيل مرحبا بك ونهار كبير هذا. الله يبارك فيك سي سعيد. هزمني الشوق. شنو الموسيقى اللي تتقن؟ ناديه كتغني جميع الانواع والالوان الموسيقيه وهي بارعه سيرتو عندك في اللغات، يعني كتغني بالسبليونيه والفرنسيه واللونجلي والطاليانيه وحتى التركيه والشلحه والعيطه الا بغيتي. دابا تكون مغنيه شامله. حاجة قلبي ولا شي صوت اللي فيه النشاط. حنا بغينا دابا لي جون، لي جون ينشطوا. واخ عطيني غير واحد دقيقة ونعاك. نادية حاولي تغني شي حاجة شبابية. سعيد مازال ما سريت الأغنية. عارف غني شي حاجة شبابية في غدا. نادية نادية في غدا. شوف خليني أنا نهضر مع الكونطرا نغيز معاهم الشغل وأنت خليك في الغنى ديالك. خليك ساكتة سعيد. سلام. سلام. سعيد قال لي بغيتوني. الحمد لله. نقدروا نهضروا دابا ولا مشغول؟ الله أودي. مرحبا تفضلوا. صوتك رائع ما شاء الله. شكرا. والفندق ديالنا راه تيقلب على شي صوت بحالك هكا. الكليون ديالنا راه من الناس الدواقه. سيدي مرحبا بكم، الا كانت عندك شي كونترا تقدر تعطيها لمدير اعمالي وان شاء الله غادي نحاول ندرسها مع المحامي ونرد عليكم الخبر. هادي علاش كتهضري مع السيد هكا؟ قلت شي حاجه فيها العيب سيدي؟ لا ما قلتش حتى حاجه فيها العيب. سي سعيد خليك دابا والكونترا غنصيفطها لك في الايميل. مع السلامه. مرحبا. Thank you.
عصام رئيس عصام فيق فين حنا؟ في الحفرة سي عصام. شحال الساعة؟ خصك تمشي في حالتك، ما بقى والو يطلع النهار، أنت كتشوف كلشي مشى، بقيتي غير أنت. شتي ديال الطوموبيل كان أنا فوق الطبلة. لا ما تقلب علوم السي عصام، إلا كان على الطوموبيل نسيتها ولا بحضري سميسة. سي عصام سمح لي، قلت لك تقمرت ماشي ديالك، وحتى لو بغيت تلحلها خصك تكون فايق وساحي. ما شربت والو انا. اسمع الهضره ونسى اللي قالها لك، الا ما شربتيش الله تيشربوك. هادشي اللي عندي هو اللي قلت لك، ودابا عافاك خصك تخرج، خصني نقي المحل ونسد. عيب شو عليك، عيب شو عليك. جوعة في نعاسك سي الحبيب، سمح لي كنخلعك معايا. باقي مرجع؟ مازال مرجع سي الحبيب، راجل اللي تزوج به في الاول تبدل عليا، مابقيت كنعقل على حتى كيف كان. باقي الحال؟ نعس نعس سي الحبيب. اش نقول لك، عصام مخبي عليا شي حاجه ياك؟ اش كتهاوتوا ديما بيناتكم؟ ملي كنسولو كيقول لي الخدمه وصافي. الخدمه المسؤوليه صعيبه، كل خطا واخا يكون صغير ينجم ياثر على الخدمه وعلى اعصابنا. ما ديري شي في خاطرك. انعس انعس سي الحبيب، راك ديتي اللي خديتي. سلام عمي، نحب نروح نحب نروح. ملاحي سلام عمي، نحب نروح حد ملاحي. سلام عمي، نحب نروح حد ملاحي. يعيشك عمي، سلام. سي حبيب صباح الخير، فيقتك. اسمح لي، ما نعسيش مزيان؟ كنت شنو عاش، كنت نفكر. نفكر عدوك اللي ما يبغيك سي حبيب. سبخيني وجد لي شي قهوة، أنا جاي. هي ما تعاودش. ألو حسنة، عايشة برجع؟ دخل؟ لا؟ كبتي
حطوا كل شيء هنا، نعزلوهم على حسب اللوان، وتشمشوا ويتنفطوا مزيان عدوا ونقطعوهم، وغنبداو نخدموا هنا حسب صح الحانوت. طلع ربيعة، طلع على الباب محلولة. يلا صفر مع الصفر وزرق مع الزرق وحنا غادي. يلا خد أسيا. نعم عتقى صاحبتي، شويه ما طيح انا ولد البعلوك في التروش اللي معدوهم تولدوا لي حمارتو. صافي دابا ديال بصح سمحت في ولده. وياه راه هز الميكرو كتغني لي يا عين، بحال تقول ما ولداتوش عطسات ونا تخدم. باز يا اختي على قلب عندها ربيعه، خلينا المشاكل الاخرين. صافي راه عويت نحل الحانوت ديال العربي القديم. الحانوت كاع وليتي شجيعه مع راسك أسيا. انا اختي غطبله ديال البغري والبطبوط غالباني. راه ماشي عامه ولي راه شداني الخلعه، داكشي علاش عيطت لك. ربيعه كتعاونيني، راه محتاجه لك باش توقفي جنبي. لا صاحبتي انا السوق عاجبني، هو ما فيه فلوس ولا عندي الطبله ديال البغري والبطبوط عجباني. ياك ربيعه انا عندي حتى صاحبه من غيرك عافاك. وخليني خليني نعجنها في راسي ونخمرها ونطيبها ونرد عليك. البغري راه وتي لا هاد بيع وشريا. لو جلست بلا ترتاح جلس وخمر. شي كل شيء خصو يتشرج. سلام سلام للا. ولف شويه ولف. هو المسعود المرزاق اللي صب فين يبات وما ياكل وما يشرب، اما خوتو راه غير عايشين بين الشجر. علاش كتهضر بحال هكا بحال هو بوحدو ضيق عليكم في هاد الخيريه؟ دخلت عليك بالله، واش المغرب تفك مع الايتام ديالو؟ باقي له حتى هادو حتى هما في الحساب. عرفتي شنو هاك شد؟ الله يرحم الوالدين اللي كلبسوا هاد الحوايج. خالو عصام. حسنا حبيبة فينك؟ فينك انت عصام؟ ما دخلتيش البارح تاني ولا هاد الصباح؟ فاعتقيني يا حسنا راني بلا طوموبيل وجاي على رجليا. اويلي ياك لاباس؟ ما كاين والو، ما تدخل عيشي غير تشفرت وصافي. قولي دابا شنو كاين؟ حسنا انا في طريق الساحل، طريق الساحل مورا الستوب ديال الجندارم. ما تعطلش عافاك. كون هاد الناس من جابهم؟ انا اللي جبتهم السي حبيب، غادي يخدموا معانا. يخدموا بني؟ انا عندي المركز الوطني حقوق الانسان خرجهم عليه. ما فهمتيش السي حبيب، كيخدموا رخاص وما عندهمش الوراق، وانا محتاجه لهم باش نليفري الكوموند في الوقت. شبيك هبلتي؟ انا نخدم الناس في النوار وفارقه من الفوق، كلشي نتظري فيا ما خصنيش نطيح ولا نغلط تخرجهم عليه. بلا ما تعصب غادي نخرجهم. اجي انت خرج علي هادو. يلا صافي غوفوا. واطلق رجليك انت كتسارى. كي جاك اللوكال ديالي؟ اوكال زعما الحانوت هذا؟ لا لا الحانوت ديال العربي. شحال هذيك راه من البلديه، وقلت انا نحلو دابا وحيت الدولة كتعاون العيالات اللي باغيين يديروا المشاريع بحالي وبحالك، قلت ندير فيه شي مشروع. بحالك انت؟ ايه ولكن بحالي انا راه يجريو عليا من الباب الاخراني ديال البلديه. شوف صاحبتي انا وجهي راه ماشي وجه المشاريع، وجهي انا راه وجه البطبوط والبغرير. علاش كتقول بحال هكا ربيع؟ عفا الله عما سالف وحنا ولاد اليوم. شفتي هاد الكراتن كلهم د الحوايج مالك؟ ياك ما غتعاودي فيهم البيع؟ لا راه هما اصلا باليين
لقيتهم عند الناس اللي كيبغيو يخويو الماريوات، خديتهم كلهم وجبتهم هنا. ولي علي حوجك صاحبتي، الماريو ديالي غادي تفرقع، تجي نعطي اختي اللي بغات. السيارة عندي العرام ديال الحوايج والله العظيم، ما تبقايش غتطلبي من الناس ولا من المجلس البلدي. اش تجمعي بوشرويط؟ اه بوشرويط، هادشي اللي بغيت لك نهضر عليه. بوشرويط لالا كنقلبوا عليه الناس الذواق وكيبغيو يعاونوا الدراويش بحالي وبحالك. ما يمكنش. شوفي كلشي ممكن، هادو غيتصاوبوا بهم الزرابي اللي غنصاوبوهم هنا ياك، ونبيعهم للبازارات، والجمعيه ديالنا تجيب الكليان فين ما كنجيبوهم. ولكن انا اش غندير في هادشي كامل اسيا؟ كيفاش غديري؟ غتخدمي معايا ربي الله يهديك. شنو شنو قلتي؟ شوفي اسيا، نقولك واحد الحاجه، انا غنمشي بعدا نوكل هاد الدري، راه غيموت بالجوع. فكر مزيان ونجاوبك. ممكن نموت فكر ربيع، غتمشي معايا دابا للبوسطه، غتجبد دابا شويه د الفلوس باش نبدا نقاد هاد الشيء. راه خصني نحل. ولو الدري يا صاحبتي ديال جدات وفاتنا، واه هي تقابلوا، حنا راه قابلنا الدراري وسالينا شحال هادي. والله الا عندك الحق، عندك الحق اسيا. هاك ربي يقوم نشد البوسطه. الله يبارك فيك يا لالا، الله يبارك فيك. اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. هاك العربي، ها الخلصه ديالك، سني لي عافاك هنا وهنا. شكرا. بغيت نطلب منك واحد الطلب الا كان ممكن. شنو الزياده؟ والو تساعد، القضيه عيانه، الوطير كيصفر، السياحه ماتت، وراك عارف اللي خدامين غير مع المغاربه وشويه الاجانب اللي كيجيو خدامين هنايا. ما ماشي الزياده، بغيت نبدل الخدمه الا كان ممكن، ندوز من الميناج للكوزينه ولا التكنيك. اسمع نقول لك العربي، احمد الله وشكروا لي لقيتك تخدم هنايا، وزيدون ترى ما عندكش مؤهلات كبار، راه اخوك سعيد اللي طالب عليك، وراك عارف ماشي انا اللي مكلف بهذا الشيء، مكلف بالكونطابيليتي، ولكن دابا نشوف لك الموارد البشريه. غير راه كنعرف الكوزينه مزيان. صافي دابا نقول لك كون هاني. الله يعاون. امين، الله يعاونك انت. مع السلامه. شكرا بزاف حسن حجيجي. اولي شنو هاد الحاله اللي انت فيها؟ ها؟ ما تبرصتيش فيه. كنت ماجي من المرسى وقفت في ستاسيون ندير المازوت، شريت الماء وشريت شي تخربيق اخر، وحضوني حتى رجعت للطوموبيل وحطوا لي الموسنه. شوف خدوا البسطام وخدوا الصور ديال الطوموبيل. هاك دير شويه البارفان تما. وشنو مصيبه في البلاد؟ ما كاين لا بوليس لا جدرميه، ما عيطي حتى على شي حد. ما بغيتش نعيط لجدرميه، قلت نمشي نرجع في الدار من بعد نمشي نديكلاري. عصام مالك؟ داك النهار لقيتك كتقيه في الطريق، ودابا سرقوا لك الطوموبيل، هادشي كله واقع لك وانت دمك بارد بحال حتى حاجه ما طاريه. شنو كتعرفيني انا دائما هكا، كنهز دقه وما كندويش. اسمح لي خرجتك من الخدمه. عصام انا مراتك، خصك تعاود لي كلشي، وانا اللي خصني نوقف معاك. ما كنتش في الخدمة، مشيت للسبيطار. علاش؟ لا مشيت نطلل على داك البيبي افريكاني ماتت مول البارح، نسيتي عاوتاني؟ لا بقى فيا مسكين، ما كرهتش. حسنا عارفه كتبغي الدراري، وعارف ربي ما عطانا شي، ما عندنا ما نديرو، ماشي على هادشي غتبقاي الدري اللي لقيتيه تبغي تجيبيه تربيه. بزاف على هاد الصدف. المرا جات تولد عندي في ظهر المدرسة، ماتت حدايا في السبيطار. بزاف ربي غادي يكون حاطو لي في طريقي. حسنا نجيك من الاخر، انا ما بغيش الاولاد، حتى مع لوشي انا الله يرحمها ما كنتش باغيهم، انا باغيك انتي، باغي نعيش معاك انتي بلا صداع الدراري ومشاكلهم. بركة هاد العالم ما محتاجش شي كثر ديال الدراري، شو دير هاد الموضوع عافاك. صدمتيني يا عصام، تبدلتي بزاف. دابا هاد الوقت كله انت كدير ليه في خاطري، وانا جالسه كنرغبك باش نمشيو نشوفو الاطباء نحاولو نلقاو شي حل. حسنا انا مستعد، الا بالك شي طبيب جديد ما عنديش مشكل، نمشي صافي، نقدر ندير اي حاجه على قولك. دابا نريد ديال الدار تاع شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي العربي لاباس؟ لاباس الحمد لله. بخير؟ الله يحفظك. الحمد لله. هاكا سيدي كيف العاده؟ نفس الادريسه سي العربي. هي سيدي. هاكا سيدي. عافاك سي العربي، سينا ليا هنا. شكرا. شكرا.
شكرا بارك الله فيك. نعم بارك الله عليك. اسمح لي سيدي عافاك نسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا السيد اللي عاد خرج دابا كتعرفوا ياك؟ ايه السي العربي نعرفوه مال. تشبالي مو واحد السيد من العائلة والله يعمر له الدار مرضي ودايما كيجي صيفط الفلوس ليمه. عاود جا صيفط له ياك؟ ايه كيصيفط المندا ولكن ماشي ليمه. خيار لمن؟ ما عرف وماشي شغلك وماشي من حقي نقول لك. واخا سيدي فهمتك اسمح لي. بغيت غير نسولك الله يرحم لك الوالدين. لا لا ما ديما نقول لك. شتي ربعه كيفاش نهارني؟ شفتوا هاز شوكتو السمك يلا يلا نبدلو ساعة أخرى. بس سمح لي ما غاديش نقدر نجي عندي شي شغل. ايوا شنو الحليب راه تقاضى نعطي للدري حليب ديال الفرماسيان وبركة عليك لالا من تماره ديال التير لي. شوفي انا غنصيفط لك باقي عندي شي قرعه مع شي واحد من لوطيل صافي اللي بغيتي ما غاديش تشوفيه. شوفي انا خصني نقتاد دابا بسلامه. فاسيا شكاين ديال لاباس خدام هنا؟ ايه خدام هنا. شوفت شوف اكتب عليا اش كتحومي حيت خصيت هذيك السيده اللي خدامه في ريسبسيون قالت لي ما عندهم حتى عارف في الكوزينه. هذوك كيتبدلوا ما كيعرفوش ناش اللي مرسمين. سبحان الله كيخلصوهم وحاطينهم في الباب حاضرين الداخل والخارج ما عرفش حتى الناس اللي خدامين الداخل. انا خدام هنا برا في ليزاشا. عارفه ليزاشا والشرايا؟ ايه كنشري الخضره للكوزينه واخا نمشي ندير خدمتي. عربي محتاجه الفلوس شحال هادي وانا مغمض عيني على النفق. دابا انت مخلصتك عطيني فلوس لولادك ولا كنقطع من جنابي. الا الا عندك شي جهه اخرى كتصرف عليها. اش من جهه اخرى؟ اش من جهه اخرى؟ انا زيد الخصال اللي كيعطوني بركه مكفي مع الكرا والمصروف ديالي وزيد وزيد. خليت لك الدار انت وولادي مفتحين فيها. دار خالتها لي خالتي كثر خيرها ماشي انت. أسيا أسيا انا راه توحشت ولادي بغيت نرجع لداري بغيت نرجع لك. خليني نكمل هضرتي. العربي اللي كان في البحر وجا مبدل علمو الحبس ورباه. أسيا بغيت نرجع لك. شفتك قبيله في البارد تخلصتي ولا كنتي كتصيفط الفلوس ولا ما عرفت شنو كنتي كتعمل تما؟ نسيت. هاك هاد البركة هادي زيد هادو راه فلوس ولادك العربي ماناشي كنساعدك. بسلامة ودخلتي تلاقاو الشهر الجاي. السي الحبيب هو في الأول تبلا في الكازينو ومن بعد ولا تيجرو مع دري سميسة باش يكملو في الكراج مخبي. دابا جاوب على السؤال ديالي من شحال تقريبا؟ نعم السي الحبيب هادي شي 3 شهور ولا 4 شهور. انت علاش تمشي معاهم؟ سي الحبيب انا كندبر مصاريف على راسي. دري سميسه كاري المحل وانا كنحضيهم بالليل من البوليس ولا مرات كيضاربوا كنحل المشاكل. وهو كان يلعب ولا غير طاو عليه؟ وشويه كيسلك راسو سي الحبيب. في المره الاولى ربح مزيان وملي شافوه بحال هكا ولاو يغريو ويطمعوه باش يبقى لاعب مكمل معاهم. وفي الاخر كيولي خاسر اكثر من داكشي اللي ربح. شحال خسارة؟ ما نقدرش نقول لك شحال المهم بزاف. بحال البارح نيت تلات به حتى ولا ميزي طوموبيلته. طوموبيلته؟ نعم السي الحبيب. وين هي؟ عند دري سميسة خداها ب 7 مليون. السي الحبيب
ريس ميسا بغى يشوفك، قال لك شي حاجه ضروريه. علاش ما دخلش؟ قال لك عنده شي حاجه بغى يوريها لك. سي الحبيب عافاك ما تقولش لي راه جيت عندك. خرج من باب الوراني. واخا سي الحبيب ماشي. دريس ميسا راه جاي لعندي. كتشوف مفاجأة، الطوموبيلة ديال ولدك عصام شفتو من بعد؟ دوماج ولادك ما كيشبهو لك والو، انت البول وهما جوج شربوات صغار. قاد كلامك معايا قبل ما ندير ليك شي حاجة خايبة. اش عندك ما دير؟ انا جبت لك الطوموبيلة ديال ولدك وحمد الله ما طحت في شي واحد اخر. لما كون راه عمركم ما باقين تشوفوه. عصام غلط ولا بصعيب ما كيدخلوا لي غير الملعب يا الصحاح. ديها في ولدك قبل ما يفوت الفوت. واش دير انت واقفه قدامي؟ روح من بحذايا. ضمي فمك وما تقول شي حاجه لحد حد، فهمتني؟ ديال المرسى يجي يمسح فيا رجلو. تم بو هاد الكبدة صعب. صباح الخير ولا مساء الخير؟ صباح الخير ابا. شنو هما هادو؟ هذوك فتح الطوموبيل ديالك يا عصام. منين جبتيهم؟ ماهيش مهم منين جبتيهم، المهم تقول لي كيفاش وصلت لهذه الحاله. با ما بقيتش دري صغير غتبقى تعبو حياتك كامله. كون ما عرفتينيش قدي قدك ما غاديش يلوكل وترجع للور. جيت دابا تخدم معنا ماشي مشكل، مرحبا، ولكن ما تبقاش تابعني. مع اني رجعت للور لكني ما زلت حي، اسمح لي، والروح تجري في عروقي وما غاديش نخليك تحط راسك في فم السبع. طوموبيلتك هي اللي بغيتها تسوات، انا عارف طوموبيلتي كيفاش غنرجعها. حيد ستريس وسافر اقرا اغطس. راك راجل البحر ماكش راجل القمر. كنقمرش. شكون اللي كذب عليك؟ ما كنقمرش طوموبيلتي تلقاك. تكذب. انا عارف كل شيء. انت ما عارف والو. انت باغي تعرف كل شيء بزز. يا سعيد يا ولدي. عصام ابا. عصام. شوف حشي سعيد عيط ليه. يجي يشوفك. تبقى سد عليه. مرجانا. تجي معايا الطبلة وجيب لي خوتي. سيرارك الحسان ليام تشي طوراك بالقهر ويبان البرهان في كم خان حبيبو وصبرني الاتهان غير مكايد ونزيد في الصبر عقلي حيران شاكي من حر الغيبو عشرتك بالصدق والوفا واللي فيا راك عارفو وانت مني رايد الجفا وانا وعدي كان صرفو خفت عليك يا شارد العفا من تنبيت
الرجال ونكتب بسري بان ما تخفيت ويا لايم يظهر رقبة القومان غنصري طارق جيبو قالوا ناس زمان من دار الشر يموت بالغضب واللي جاد يبان من دار الخير يصيبو قبل فات وشبان مادام كليهم حالة الصغر غير فلان وفلان كبروا وضحاوا يشيبوا سير انا كر الحسان لي امشي طوراك بالقهر ويبان البرهان فيك من خان حبيبه صبرني للتين